بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. ننتقل إلى سياق آخر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أوني رجعت توتخنا في سياق وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. وتحدثنا البارح على القرآن كيفاش ذكر في ثلاث مواقع المشرق والمغرب، المشرقين والمغربين والمشارق والمغرب. قلنا هذه علماء اللي لهم باع في علم فلك الفيزيائي عندما يقولوا خير من نحن. وحنا نقول لكم زوروا هؤلاء الناس، عندهم ربما عندهم كتب، ربما عندهم محاضرات، ربما عندهم مواقع انترنت. امشيوا ابذلوا جهد معين وتزيدوا تستفادوا اكثر مما استفدتم من ما حصلنا عليه من علم يرتبط بالمشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغرب. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه.